وملك المروك، أين هو محمد السادس؟ ها هو اللي راك تقلب عليه، عندك تنوض من ذاك الكرسي، راه باقي الخيل قدام، واستنى غتشوف بعينك. خوتي الجزائر تكرم بونيف. نعم، وجريدة ليكسبرسيون. مرحبا بكم جميعا، وتحية لكم على مجهوداتكم، على حضوركم. خصنا نعرفوا شنو هو السبب اللي خلى الجزائر كتكرم هاد بونيف هذا. السبب هو واش نقولوا انا ولا نخليو شي واحد من عندهم؟ وشاهدوا شاهدوا من اهلي هي اللي اسمعوا. يمول الاعلاميين وال اخوتي هو اللي راهو يتخلص اخوتي، هذا دليل اخوتي، هذا الاخ هذا هو اللي راهو يتخلص اخوتي من عند عمي تبون، وهذه اخوتي شهاده باللي راهو كيحصل واعترف به اخوتي باللي راهو يعني ناضج في الشتم والسب للمغرب اخوتي. سمعت بودنيكم وشاهد شاهد من اهلها. كاس اي واحد من الشهيد وما عندناش مع الكساله. السلام عليكم خوتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان. مرحبا بكم في فيديو جديد، واسمحوا لي على غياب طويل لاسباب خارجه عن ارادتنا. اعترافات عمي عبد المجيد بان المغرب ليس له دخل في فشل سياسه الجزائر. هي كما يقولوا بالعامه يعني كان تقهقر الدولة الجزائرية وصل درجة نتاع الذوبان، يعني ما بقاتش دولة، عصابة لهذه الدرجة. لهذه الدرجة عصابة، احنا ما قلنا والو، اصحاب الفتنة، اصحاب اللي كيقولوا الفتنة، ها قال لك حنا عصابة. سالينا انا كتسالي الهضرة. بويا لا بلاجا بيا سويو لا ماري. من كيشير هذا وصلوا القمر، هو كيشير لهم زعما بحال اللي كيشوفوا، سبحان الله. القفطان الجزائري راني درت له. نعم، هذا اللي كتشوفوا قدامكم دابا هذا قفطان جزائري، انا كنعترف بها. اما الاخر قفطان مغربي والعالم كامل كيعترف بها، اما هذا القفطان هذا جزائري 100%. خلي بالك لو مونتاج تاع لي مونش تاع نلصق لا دوبلور من الداخل. هذا الزليج اللي حكينا عليه. انت تتكلم قاد هذا الزليج درتو قسمتو على زوج، وهنا لي موتيف تانيك تاع الزليج. بعد القفطان هذا قفطان بالزليج اخوت، سمعتوا ولا؟ قفطان بالزليج يعني بحال شي صومعه. اختي الله يحفظك، اللي عندك شي دوه ديال الراس. فين عندك الحريق بالضبط؟ انا يا صداع بزاف تنحس بيه اختي. بعد القفطان هذا غيتكتبوا في كتاب جينيس. يعطيك الصحه، دالك بزاف وقت. وي براتيكمون الوقت نصو في التعقاش. ما يستاهل ولا لا؟ لا بزاف فرح. بزاف، لان كتعرفوا بان الزليج كيحتاج الخدمه بزاف، وهاد الصومعة لا فيها ما عرفتش شحال من مترو. يا سبحان الله، ماشي نشوف الحماس، ماشي نشوف العيا. على بالي. ما يعطيك الصحه على الخدمه، سيتو تاع الزليج الجزائري هذاك، كيفاش عاود رجعتها لهنا؟ يعطيك الصحه. باش تعرفوا بانهم كيكتبوا فوقاش ما ذكروا الزليج، غيخلوا الزليج الجزائري. هما عارفين بان في قلبهم الداخل عارفين بان الزليج مغربي 100%، ولكن هما ضروري خصهم ندي الزليج الجزائري. واخا سير سيدي زين. انا كنت صغير شعري كان شوفو لون، نكذب عليك، كنت انسان مع شغل جسيم، كنت الدنيا. عقلتوا على هذا السيد ولا لا؟ هو يجي واحد خونا هذا غيذكركم به. بالي تكذب. عندي حاجات واحد اخرين، كان عندي صوت شباب. والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد. انا عندي مواهب، كنت شباب بزاف. وانا هو الشباب ذبحوا، ما يقولكش الله يبارك، ما يقولش الله يبارك. بديت بنتكمش غير بشويه ونقصر. كنت طويل ثاني ما نكذبش عليك. تريك المعوقين. طول، الله يبارك. الله يبارك. عريض، وكنت كيما نقولوا عندي حاجة، عندي بزاف كانوا عندي بزاف كيما حنا نقولوا مواهب. كنت كي اسمح لي، تفضل تفضل تهضر على العين. بالك انت هو البروبليم، نالي ديكلاري تقول لك لا كوب دافريكاي في الجيب. نعم. ولا كوب ديمون تاني بالك ما نكاليفوش كاع. صح قلتها، صح
هاد السيد هذا اللي كان كيهضر كون حطيته في واحد الفيديو بشحال هادي كيهضر كيقول لك بان حنا غنديو كاس يعني غننظموا كاس افريقيا وكاس العالم والكاف ومع بزاف ديال الحوايج وفي الاخر ما داو حتى حاجه هو جا صعب وفكروا الو يا ودي اسمعوا لي هاد الكارثه هادي اسمعوا مزيان مغربي بوخوش ملك مغربي عندما كانت المغرب قبل التاريخ قبل بداية التاريخ ب 104 سنة ميلادي 104 قبل الميلاد صدق أو لا تصدق كانت تسمى هذه المغرب تسمى موريتانيا العليا عشيش تمام موريتانيا العليا كان أميرهم يسمى الأمير بوخوش بالله نظرية 20 في عقل سقطت الملك يسمى الملك بوخوش هذا الملك هو الذي خان الجزائريين وسلم ملك الجزائر يوغرطة إلى الرومان حتى أعدمه تبوني وكلهم في عقله وهذا صاحب العقل مدري وينه والبقية بدون عقول من ذلك التاريخ يعني قبل التاريخ ليس من ذلك التاريخ قبل التاريخ بس شطحاتكم تعدت كل معايير العقل والمنطق كانت المغرب الجزائر حتى قبل التاريخ قبل بداية النزول سيدنا المسيح وبداية العدل الآن القرن 21 ب104 سنة هؤلاء كلهم بدون عقول بدأت خيانة نحن جيرانهم نحن أشقائهم وقف عند حدك نحن الأخ والأخ لا تجد المصطلحات يخوننا أحد فما بالك وأنه يخون الفلسطينيين قلبك عامر بالإيمان هذا الفيديو اللي غنشوفه دابا الخوت أنا ما فهمت فيه حتى حاجة الخوت الله يرحم والدي اللي فهم شي حاجة خليها لي في التعليق أنا ما فهمت حتى وزة اسمعوا احنا في الجزائر أولا من حيث المبدأ اللي بروحوا لعلم الحيوان الفانك صحيح ذو هوية جزائرية أوريجينال ما نلقوش منه من أولها ولكن في سلوك الحيوان الفانك مرتبط بالجحر تاعو مرتبط بالاختباء وترترتر وكركركر وعرعرعر في الوقت اللي أنا كجزائري الآن تريد أن نظهر محقق فتوحات دبلوماسية عظيمة نظرياتك حلوة يالا مش ممكن والأقرب إلى أنه يشكل تماما هو الأسد الأطلسي مثلا لو كان استدعينا الأسد الأطلسي مدوه جماعة المهم الأسد الأطلسي تاعي يدوه ولا ما يدوهش يبقى تاعي صح؟ عندي 1500 كيلومتر من جبال الأطلس أنا أولى به تاريخيا وإذا عرفت كيفاش نوظفه نقدر نمرر به الرسالة لا بس تحكينا لا لا لا. حتى لو كان جبت الفنك ما لازمش نقدمه بديك الصورة الكاريكاتيرية أنا عندي هوية جزائرية عربية أمازيغية إفريقية متوسطية أنت خلقتلي بابوك وبطولات أبوك أنت إيه يا ابني ما نجيبوش بديك الصيغة الكاريكاتيرية اللي ما عندهاش حتى إحالة إلا اسم الجزائر المكتوب بلغة أجنبية تريكو تاع الفنك جميل أخوتي فهمتوا شي حاجة؟ وانا والله ما فهمت شي حاجه انا بحالي بحالكم غير كنسمع ما قشع حتى حاجه يعني الفلك جاب الفلك الحيوان في الجحر والله ما فهمت المهم خليهم في عماهم والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال انت بقى نشوف واحد الانجاز حقه الطباخين المغاربه اكثر من 17 ميداليه ذهبيه حقوا يعني الطباخين المغاربه جابوا الاول عالميا باش ما يقولوش هذوك الناس ديال هوك بان هما الاولين 17 ميداليه او اكثر يعني او اكثر ميداليه 17 ميداليه او اكثر سمعوا لي معايا كما شفتوا الرايات المغربيه ترفرف في المحافل دابا غنشوفوا واحد الانجاز اخر بان المنتخب المغربي ديال فوتبول صالة ربحوا على المنتخب الاسباني بستة لخمسة شوف هنا كنشوفوا الفرحة ديال المسؤولين في هاد الفيديو اخوتا نضحكوا شويه هاد خيتي هادي قالت لك فنانه شوفوا هاد الفن هذا اللي قالت لك انا فنانه المهم كاملين فنانه سير اسمي الفني عيتي بيدم
ايه رسامة؟ لا لا. اديبة؟ لا لا. شاعرة؟ لا لا. امال ايه؟ في الكباري ديجا انا كنت ديجا نخدم تو في كباري. نخدم في كباري زي جست حد نص الليل من البيت للكباري ومن الكباري للبيت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صلي يعني بآي عندي معناها خامة اللي بها الفايدة موجودة. لا الشغلانة دي مش محتاجة شهادة، محتاجة ليونة. نحب نشتح ونغني، مش ديما نحب نشتح ما ضربت بهين. ضربت خمين مكنتي اخ اني ديجا عندي 10 سنين معني في الدومين. لا البيت خبره بصراحه يعني خبره. ما بقاش عندي ثقه في حد من اللي انا شفته في حياتي. على شبابك يا اخي ما ذاكرتيهوش، انا خدت الضربه بجد. يا ضنايا اليوم باش يضربني باش قف في وجهي على سطر ربي على تلفيتي جاني شقف في دي. سلامتك يا اختي، الف سلامة. بوسك عايشة ربي يوفقك والله. ربي يخليك عايشة ومحليك ربي فضلك عايشة. يا على سعدك في المسكوكة لحلنا لا دربوك. الله لا يربحك الله لا يفر. خوتي وصلنا الى نهايه الفيديو، كنتمنى يكون عجب لكم الفيديو. ما تنسوناش بالاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بس تنساوش تشاركوا باش تشجعونا ما نغيبوش عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله.